بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء سنتناول أداة البنتول، أداة القلم. تستخدم هذه الأداة لرسم باث، مسار، وتستخدم لرسم شيب، شكل، وتستخدم أثناء تحديد الأشكال، عمل سيلكت لشكل معين. هاي الأداة موجودة عندي في شريط الأدوات. شكل أيقونة البنتول بشكل رأس قلم، عند الضغط بزر الفأرة الأيسر تظهر معايا أداة البنتول واختصارها من لوحة المفاتيح حرف البي، وموجود أسفل منها مجموعة من الأدوات المساندة والمساعدة لهذه الأداة. نختار أداة البنتول بضغط بزر الفأرة الأيسر ضغطة واحدة. نلاحظ أنه شكل الماوس اتغير من شكل السهم إلى شكل رأس قلم، وموجود جنبه ستار. ونلاحظ أيضا أنه شريط الخصائص اتغير معي، وهذا شريط الخصائص الخاص بأداة البنتول. في المنطقة هاي بلاحظ في عندي موجود ثلاث أشياء: شيب، باث، بيكسلز. الشيب انه انا برسم شكل بنظام الفيكتور. الباث انه انا برسم مسارات، سواء مسار بشكل خط مستقيم او خط منحني. بيكسلز انه انا برسم الشكل تاعي بنظام البيكسل. خلينا نختار باث. طريقة عمل اداة لرسم خطوط مستقيمة انه انا بضغط ضغطة بزر الفأرة الايسر فبرسم له هو حاجة بنسميها أنكور. بضغط ضغطة تانية بزر الفأرة الأيسر برسم لي أنكور تاني، فبروح يوصل لي الأنكور التاني مع الأنكور الأول بخط مستقيم. ضغطة بزر الفأرة الأيسر وهكذا حتى أصل إلى نقطة البداية، وبقول لي الآن بقدر أغلق لك إياه، فبتغير شكل مؤشر الماوس وبصير جنبه دائرة صغيرة فبغلق الشكل. خلينا نرسم مسار آخر، ضغطة بزر الفأرة الأيسر. هذا المسار ما بدي أغلقه، طب كيف أنا ممكن أخرج من هذا المسار؟ بضغط على زر الكنترول، لاحظ شكل مؤشر الماوس تغير، بضلني ضاغط على زر الكنترول وبضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر. الآن لو بدي أرسم أنا خط رأسي، ضغطة بزر الفأرة الأيسر، وعلى أساس أجيب الأنكور الثاني على محاذاة الأنكور الأول بشكل رأسي، بضغط على زر الشيفت حتى لو كنت بعيد. شيفت، بضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر فبرسم لي خط مستقيم بشكل رأسي. نضغط كنترول، ضغطة بزر الفأرة الأيسر. طب لو بدي أرسم أنا خط مستقيم أفقي، بضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر. شيفت، بضغط ضغطة ثانية بزر الفأرة الأيسر فبرسم لي خط مستقيم بشكل أفقي. على أساس أخرج من الشكل هذا بضغط كنترول وضغطة بزر الفأرة الأيسر. الآن نرسم كمان مسار آخر، ضغطة بزر الفأرة الأيسر. لقيت وأنا قاعد برسم لو أنا أخطأت في هذا الخط وبدي ألغيه، بضغط ضغطة بالباك سبيس فبلغي لي الخط الأخير. طب بدي ألغي الشكل كله، بضغط كمان ضغطة، فبالتالي عند الضغط على باك سبيس مرة واحدة بيعمل تراجع لآخر خطوة، وعند الضغط على باك سبيس لمرتين بيعمل تراجع عن الشكل كله. خلينا نشوف تدريب عملي بسيط على هذا الموضوع. أنا عندي A وعندي B عبارة عن خط مستقيم بشكل عمودي بشكل رأسي. بإمكاني أضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر على الـ A فبرسم لي أنكور. على أساس أرسم في نفس المحاذاة بإمكاني أضغط شيفت واضغط ضغطة ثانية بزر الفأرة الأيسر فبرسم لي خط مستقيم. هل جيت لو أنا جيت ضغطت هنا ضغطة فبروح يوصل لي، فبدي أعمل تراجع خطوة، نضغط باك سبيس. على أساس أخرج من هذا المسار بضغط كنترول وضغطة بزر الفأرة الأيسر. خلينا نضغط ضغطة على السي، ضغطة بزر الفأرة الأيسر، وضغطة بزر الفأرة الأيسر على الدي فبرسم لي المسار هذا. كنترول، ضغطة بزر الفأرة الأيسر. نضغط هنا ضغطة بزر الفأرة الأيسر، بزر الفأرة الأيسر، ضغطة، 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 كنترول، ضغطة بزر الفأرة الأيسر. أنا هلقيت رسمت مجموعة من المسارات. بلاحظ إنه عندي في قائمة اللايرز ما صارش إشي. طب وين التعديلات هي بتصير؟ بتصير في بانل خاصة فيها اسمها باثز. بلاحظ إنه هاي المسارات الثلاثة اللي أنا رسمتهم موجودة عندي في البانل تاعت باثز. طب اذا البانل تاعت باثز مش ظاهره عندي، كيف ممكن اظهرها؟ بروح على قائمه ويندو باثز، بضغط تشيك امامها
فبتظهر عندي. إذا نزلت تشيك اختفت البانل تحت باثز، نضغط ويندو باثز بتظهر عندي البانل. وبإمكاني أيضا أنه أحفظ هاي مجموعة المسارات بالضغط بدبل كليك، بحكي لي احفظ لي هذا المسار، بإمكاني أنه أسميه باثز انتر، فبالتالي انحفظ الباثز. وبإمكاني أيضا أعمل كريت نيو باث عن طريق الضغط على الأيقونة هاي، فبحكي لي كريت نيو باث، بضغط ضغطة ولقيت أنا بإمكاني أنه أحط المثلث في الباث هذا. بلاحظ معايا الآخر النقطة، فانغلق الشكل، بلاحظ أنه المثلث تم رسمه في المنطقة هاي. أيضا بستطيع أعمل كريت نيو باث، ضغط بزر الفأر الأيسر أعمل لي باث 2، بقدر أرسم النجمة في المنطقة هاي. ولحفظ هذه الباثز بضغط ضغطة دبل كليك هنا، ممكن أسميها مثلث أو ريكتانجل، ريك انتر، هاي بضغط دبل كليك، ممكن أسميها ستار. عملية حفظ الباث هنا أمر ضروري جدا، هاي بالنسبة للمسارات، هاي بالنسبة للمثلث، هاي للنجمة. طيب بدي أحذف مسار، أستطيع أحذف اللاير هاي، بسحبها وبحطها في البوكس هنا، بسحبها وبحطها في البوكس هنا، وبسحب هاي وبقدر احطها في البوكس هنا. طيب هل باستخدام البين تول برسم مسارات مستقيمه فقط؟ لا، بامكاني ايضا ان ارسم مسارات بشكل منحني. ولرسم مسار بشكل منحني نختار اداه البين تول، نضغط ضغطة بزر الفأر الأيسر، بضلني ضاغط، برسم الأنكو، بضلني ضاغط، بحرك الماوس، بعمل دراج للماوس، فبيظهر عندي اثنين هاندلز، إذا سحبت لتحت بيكبر الهاندلز، إذا ضغطت بيصغر الهاندلز، وبإمكاني أحرك مكان الهاندلز. بهيك أنا رسمت نقطة وحواليها اثنين هاندلز، بضغط ضغطة ثانية بزر الفأر الأيسر، وبسحب، برسم أنكور وحواليه اثنين هاندلز. لو بدي أكمل الرسم بضغط ضغطة زر الفار الأيسر وبحرك الماوس، ضغطة بزر الفار الأيسر وبحرك الماوس، ضغطة بزر الفار الأيسر وبحرك الماوس، إلى أن أصل إلى نهاية الشكل فبغلق لي. فهيك أنا رسمت مسار بشكل منحني. كمان مرة، ضغطة بزر الفار الأيسر، بضل نضغط، بحرك الماوس، بيظهر معايا اثنين هاندلز. ضغطة ثانية بيظهر معايا أنكر واثنين هاندلز. الآن أنا لو بدي أتحكم في مكان الأنكر هذا، بضغط على زر الكنترول، بلاحظ شكل المؤشر تغير، باجي للأنكر هذا بحركه بالمكان اللي بدي إياه. بدي أحرك الأنكر هذا، بضغط كنترول، بضل ضاغط على الكنترول، وباجي بحرك بالماوس بالمكان اللي بدي إياه. بدي أحرك مكان المسار هذا المنحني أو شكل المسار المنحني، بضغط كنترول وبحرك بالشكل اللي بدي إياه، الشكل المنحني. طيب بدي أحرك الاثنين هاندلز مع بعض، بضغط كنترول وببدأ أحرك بالشكل هذا، بضغط كنترول هان وببدأ أحرك المسار بالشكل اللي بدي إياه، كنترول بحرك المسار بالشكل اللي بدي إياه. طيب الآن بلاحظ إنه الهاندل اللي تحت له علاقة بالتحكم في المنطقة هاي. أنا لما كنت أضغط كنترول كان أتحكم بالمين بي بالشكل هذا، بإمكاني أحذف الهاندل هذا، بضغط ألت وباجي على النقطة هاي، بضغط ضغطة بزر الفأر الأيسر، وبضغط Alt في المنطقة هاي، بإمكاني أتحكم بالمسار بالشكل هذا، بالشكل اللي بدي إياه. في المنطقة هاي لو بدي أتحكم بالهاندل هذا لوحده، Alt بتحكم بالشكل هذا. لاحظ الهاندل هذا بتحرك، الهاندل الثاني هذا ثابت. هل أنا لو بدي أجي أرسم
أكمل رسم وأجي أرسم في المنطقة هاي خط مستقيم، بضغط ضغطة بزر الفأرة الأيسر برسم لي لأنه أنا حذفت الهاندل. قلت لو بدي أجي أرسم مسار بضغط ضغطة مطولة وبحرك بالماوس. لاحظ معايا Alt بحرك لي الهاندل مين اللي تحت، بحرك لي مين الانحناء الموجود تحت. هلقيت لو بدي اجي اكمل وارسم منحنى بضغط ضغطة مطولة بزر الفأرة الايسر وبحرك لي في المنطقة هاي. Alt بقدر احرك الانحناء الخاص بالمنطقة هاي، لاحظ Alt وفي الهاندل هاي بحرك الانحناء الخاص هنا. Alt في المنطقة هاي بقدر أحرك الانحناء هذا فقط. بدي ألغي الهاندل هذا، بإمكاني أضغط Alt وأجي أضغط على البوينت هذا. لو بدي أرسم خط مستقيم برسم خط مستقيم، خط مستقيم برسم. لو بدي أجي أرسم انحناء بضغط ضغطة مطولة وبحرك في المنطقة هاي بالشكل هذا. باجي لنهاية الشكل بغلق. هلقيت شفنا إيش الفرق بين زر الألت وبين زر الكنترول. طب بدي احرك شكل المسار هذا، بضغط على زر الكنترول وباجي على المسار هذا وبحرك مكانه. بدي احرك مكان النقطة هاي بضغط كنترول وبحرك مكان البوينت هاي. طب بدي احرك الهاندل هاي لوحدها بضغط Alt وحرك لي المنطقة هاي. بدي احرك هاي لوحدها Alt وحرك بالمنطقة هاي. كنترول وتعلق هنا. في عندي اثنين هاندل مع بعض، بامكاني بزر الكنترول احركهم مع بعض. خلينا نشوف تطبيق عملي على هذا الموضوع. هلقيت انا لو بدي ارسم مسار منحني بالشكل هذا، بضغط ضغطه بزر الفار الايسر، بضغط هنا ضغطه مطوله بزر الفار الايسر، وبحرك الماوس وانا ضاغط، بضبط الشكل اللي بدي اياه بالشكل هذا. بضغط كنترول ضغطة بزر الفار الأيسر، أخرج من المسار، ضغطة هان، ضغطة مطولة بزر الفار الأيسر وبسحب، بضبط الشكل. بإمكاني أحذف الهاندل هذا عن طريق أضغط Alt وأجي على البوينت هذا، على الأنكر هذا، بضغط ضغطة وباجي بكمل رسم في المنطقة هي، ضغطة مطولة وبحرك الماوس بالشكل هذا. كنترول ضغطة برا، لقيت نيجي نرسم هان، ضغطة بزر الفار الأيسر، ضغطة مطولة بزر الفار الأيسر وبعمل سحب للماوس، بحرك بإمكاني على أساس أتحكم أكثر أشيل الذراع هذا، Alt وبضغط ضغطة هام، ضغطة مطولة حرك الماوس، ضغطة مطولة وحرك الماوس بالشكل اللي بدك إياه. هلقيت بلاحظ انه الشكل ما زبط معي، فبامكاني باجي بضغط على زر الالت هان وبحرك المنحنى هذا لوحده وبظبط الشكل. باجي هان الت وبحرك المسار هذا لوحده. كنترول ضغطه بزر الفار الايسر، خلينا نشوف هنا برضه، ضغطه بزر الفار الايسر، ضغطه مطوله بزر الفار الايسر وانا ضاغط بعمل دراج سحب للماوس بالشكل هذا. بإمكاني أحذف الهاندل هذا، Alt ضغطة هان، ضغطة مطولة وأسحب بالماوس بالشكل هذا. أحذف الهاندل هذا، Alt ضغطة وأعمل دراج للماوس. تحريك الهاندلز بضبط لي المسار. Alt نضغط ضغطة هان، باجي لنهاية المسار بقول لي بدك تغلق، فأنا بغلق وبحاول أضبط الشكل هذا. الآن خلينا نرسم مسار جديد على أساس نتعرف بعض الأدوات الخاصة بأداة البنتول. ضغطة بزر الفأرة الأيسر، رسمنا مسار بالشكل هذا. الآن أنا كنت أضغط على زر الكنترول أتحكم لو كان جميع النقاط محددة. لو أضغط كنترول على النقطة هاي بقدر أحدد أحرك مكان النقطة هاي. كنترول بحرك بالهاندل هاي.
طب هاي كانت اختصار لمين؟ لأداة موجودة عندي من شريط الأدوات، وهي أداة الدايركت سيليكشن تول. خلينا نشوف دايركت سيليكشن تول ايش بتعمل. انا واقف على البوينت على الانكر هذا، بقدر احرك، بقدر احرك المسار هان، بقدر احرك الهاندلز. ولاحظ معي لو انا ضاغط على أداة البين تول، هلقيت شايف انا ضاغط، انا لقيت واقف على أداة الدايركت سيليكشن تول كيف شكل الماوس. وانا واقف على أداة البين تول وضغط كنترول نفس الشكل. الان انا واقف على البين تول ايضا، لقيت انا في عندي بوينت هنا بدي اعملها ديليت، فبلاحظ انا اول ما بقف على البوينت هاي شكل المؤشر الماوس قلم وجنبه اشاره الناقص، بضغط ضغطه بزر الفار الايسر فبحذف لي البوينت هاي. في المنطقه هاي برضه بنعمل ديليت للبوينت، وهي ايضا موجوده اداه عندي في المنطقه هاي اللي هي ديليت انكور بوينت تول، نختارها ومن خلالها بستطيع انه احذف الانكور هذا. هلقيت انا لو واقف على اداه البين تول وبدي اضيف بوينت في المنطقه، لاحظ انا واقف على المسار شكل الماوس تغير، اشياء جنبه اشاره الزائد، ضغطه بزر الفار الايسر ضاف لي بوينت، وبامكاني بزر الكنترول احرك مكان الانكور هذا. كمان مره نضغط ضغطه بزر الفار الايسر ضاف لي انكور، كنترول بنحرك مكان الانكور هذا. لقيت ايضا هاي موجوده اداه في شريط الادوات عندي اللي هي اد انكور بوينت، نختارها نضغط ضغطه واحده بزر الفار الايسر فبضيف لي بوينت، ضغطه بزر الفار الايسر فبضيف لي انكور. لقيت انا عندي الشكل هذا، لو بدي اعمل نسخه ثانيه منه فبامكاني ان اروح على اداه الدايركت سيليكشن تول واضغط على زر الالت وحرك الشكل هذا معايا بالماوس. الآن أنا لو بدي أحول المسار هذا من شكل منحني إلى خطوط مستقيمة، بروح على أداة Convert Point Tool، بختار أي نقطة من النقاط المنحنية على سبيل النقطة مثال النقطة هاي، ضغطة بلاحظ إنه تحرك إلى مسار خط مستقيم، ضغطة هان بتحرك إلى خط مستقيم. كل ما بضغط ضغطة بتحول كأني أنا برسم خطوط مستقيمة مش منحنية. طيب الآن بإمكاني أيضا وأنا واقف على أداة الكونفيرت بوينت تول إنه أحولها من خطوط مستقيمة إلى خطوط منحنية، إنه أنا بضغط ضغطة مطولة وبحرك بالهاندلز بالشكل هذا. باجي بضغط ضغطة مطولة وبحرك الهاندلز بالشكل هذا، بضغط ضغطة مطولة بالشكل هذا، بضغط ضغطة مطولة وبالشكل هذا، وبنكمل. شفنا كيف عملنا add point، شفنا كيف عملنا delete point، شفنا كيف أنا حولت الكيرف من خطوط مستقيمة إلى خطوط منحنية ومن خطوط منحنية إلى خطوط مستقيمة. في عندي أداة ثانية اللي هي Curvature Pin Tool، خلينا نشوف إيش بتسوي. لاحظ كيف أنا برسم لحالها ترسم لي بالشكل هذا. في عندي أداة ثانية اللي هي Freeform Pin Tool، انه انا بضغط ضغطه هيك وبضل ضاغط على الماوس وبحرك وبحرك، وانا ضاغط الماوس برسم المسار بالشكل اللي بدي اياه لما اصل لنهايه الشكل وبغلق لي اياه، وهو لحاله رسم لي المسار مجموعه من النقاط. اداه الفري فورم بين تول انه انا باجي برسم هيك بضل ضاغط على الماوس وبحرك الماوس وبالشكل اللي بدي اياه لما اصل لنهايه المسار وبغلق لي اياه او بخليه مفتوح. الفري فورم برسم بالشكل هذا مسار بالشكل اللي بدي اياه، سواء مسار مغلق او مسار مفتوح. بعد ما رسمت المسار هذا بامكاني انه اعمل منه تحديد، اعمل سيلكشن للمسار هذا. نضغط ضغطه على ميك سيلكشن، بحكي لي بدك تعمل فيذر راديوس، ممكن ازود الفيذر او اخليه زي ما هو، اقول له اوكي. فبالتالي حول الباث المسار الى سيلكشن، كنترول زد. إمكان أيضا من الباث إنه أعمل ماسك، نضغط ماسك فبنلاحظ إنه عمل لي
ماسك للشكل واعمل لي هنا لاير ماسك كنترول زد. ايضا بامكاني انه اعمل مسار واحوله الى شيب، فبمجرد انه اضغط على الشيب فبلاحظ انه حول لي الشكل لشيب واعطاني لون الفور جراوند اللون الفوق، وايضا ضاف لي لاير جديده اللي هي الخاصه بالشيب. الان خلونا نرسم مسار اخر بالشكل هذا. خلقت المسار موجود عندي في الباثس، في البانل الباثس. لقيت انا لو بدي اعمل فل للمسار هذا فلابد ان اروح على البانل بتاعت اللايرز. اول خطوه انه اعمل له كرييت ا نيو لاير، برجع على الباثس وبحكي له في المنطقه هاي، بضغط على الزر هذا بحكي له فيل باث وذ فور جراوند كلر، فيعطيني اياها باللون تاع الفور جراوند. شفنا كيف عملنا فيل للباث. وبرضو عندي في البانل تاعت باثز لو انا بدي اعمل هنا في المنطقه هاي سيلكشن للمسار، لاحظ معي كيف تغير كنترول زد. وهي الى اختصار من لوحه المفاتيح كنترول انتر بيعمل لي تحديد للمسار. ايضا في المنطقه هاي بستطيع اعمل لاير ماسك، لاحظ معي اللايرز اضفنا ماسك لللاير هاي. وبهيك تتعلمنا كيف نرسم مسار، سواء كان مسار بخطوط مستقيمة أو مسار بخطوط منحنية، وتعلمنا كيف نتحكم بهذا المسار. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.